السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين كده، يعني الصورة بتحكي عن نفسها. مانجا هما بيقولوا عليها نعومي، وفي واحد تاني قال لي اسمها ايه اسم تاني، فانا اللي يعرف اسم المانجا دي برضه يكتب لي ويقول لي اسمها ايه. بس هي اسمها هي اهي مانجا نعومي اهي يا جماعة، تمام اهي مانجا نعومي، وانا هوريها لكم في الصورة. طيب بسم الله. وطبعا ده تحدي بقى من التحديات اللي انا بحبها قوي، المانجا دي. يعني انا قلت بقى ايه، المانجا خلاص هتولي هتمشي خلاص، النهارده احنا في شهر، احنا في اخر شهر 9، فالمانجا خلاص بقى هتودعنا بقى، فقلت اودعها كمان. خليكم معانا كده نشوف الفيديو. بسم الله نقطع بقى طبعا كده يا جماعه. طبعا هي لها ايه نظام كده، ولها إيه يعني بروتوكول في التقطيع وفي الاكل. الله 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 الله، لا المانجا حلو. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه المنظر عامل ازاي. بسم الله بسم الله بسم الله. الريحة ما اقولكوش خالص، الريحة ما اقولش خالص، ما اقولش عليها. طيب انا ايه بحب، انا ايه ليا طريقة كده في التقطيع. بس المانجا دي طبعا غير العواسي، المانجا دي ملحمة، يعني ممكن تنفع للخزين، ممكن تنفع نخزنها في الفريزر من السنة للسنة، زي ما بيقولوا نخزنها لرمضان. اهو زي ما انتم شايفين كده، شوفوا المنظر ده، ايه الشغل الجميل ده يا ولد. ونسمي بقى كده كلمة الله الله الله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الجمال. كل يا باشا. اللهم صل على النبي. الله، يقول لك المانجا الهندي احسن مانجا، مفيش في الدنيا زي المانجا المصري. هندي استوردوها يا جماعه، اخواتنا العرب والاجانب، اي حد في الدنيا يطلب المانجا المصري. واكثر زراعتها في مصر اسماعيليه. اسماعيليه، اسماعيليه بلد المانجا. زي ما انتم شايفين، صلى على النبي كده. نبدأ نجيب الجزء التحتاني اهو، بس حاجة عظيمة عظيمة. طعم بقى يا جماعة ما اقولكوش، انا بقى اللي هنا في الحدث نفسه اهو يا جماعة يا باشا. الله الله الله، بسم الله، الله نور السماوات والارض، سبحانك يا رب، اللهم ادم علينا نعمة يا رب. احنا بقى يعني ايه، ام سهيلة بتحب تزوق السفرة، قلت لها انت حاطه الحاجات دي ليه؟ وانا هسيب المانجا وهاكل عنب، يعني مثلا هسيب المانجا واكل عنب؟ لا والله. ولا البتاع الكاكا دي؟ لا والله. خلينا بقى ايه في الحرس دي. شوف المنظر اللي على فكره دي بتساعدها قوي في المنظر ايه اللي بقى ايه الفنان. يا نهار ابيض، عفاد يا حاج، نهار ابيض. اوعى، اللهم صل على النبي. يا جماعه المانجا ما تاكلش بسكر 60، هي كده. يا نهار ابيض، ايه الجمال ده؟ ادي اول حاجه يا جماعه، نخش على الثانيه. الصلاه على النبي، مانجاية كبيره، مانجاية كبيره بجد، طعم وريحه وتغميره زي ما بقول. هذه حاجه كده ناخد بس كده، والله ما انا محتاج اي كلام منك. هي بسم الله الله، تقوم داخل كده بقى. الله يا ولد، بسم الله ما شاء الله. حلو، جامد جامد يا جماعه ما شاء الله. المانجاه من ده على فكره يعني ممكن تخش على 400 جرام، نص كيلو ولا حاجه بسيطه يعني، بس حاجه ما شاء الله.
ما شاء الله يا ابني، كل مرة تعورني. اتعورت فعلا. اه والله اتعورت فعلا، سكينة حامية جدا. يا الله اه اتعورت. ايه الله اكبر. يلا هاتي لي لزقة لو في لزقة. في لزقة يا حاجة كده لزقة. اه استنى نشوف الحادثة. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الحادثة؟ السكينة عورتني اهي. خلينا نرجع تاني بقى للبنك. بسم الله. بس والله فداك. يتسال برضه الواحد يتعور ليه؟ السكينة اللي انا شغالها ده حامية قوي. منها لسه جديدة. ما ده أفظع من التانية يا حاج. يلا. قولي كده. رايك. ده أنا عمري ما جيت أعمل حاجة بالسكينة وأتعور كده. يا بنت إيه؟ مطبخ شاطر. أي والله. لا ما التعوير ده مش من، ما بتعورش انا وانا بشتغل في المطبخ ابدا. بسم الله. ايه يا عم؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. هو المفروض برضه الحاجه الواحد يحطها كده على الحاجه وهو بيقطعها، بس هي لما تعملها كده فعلا بتقوم ايه سايبه من بعضها بالشكل الجميل ده اهو. على فكره دي انا اول مره اعمل مانجا كده يا جماعه بجد. المسهله اللي بتعملها كده على طول اهو. مانجا روعة. يا خبر ابيض. لا بيستخسر يصير فيها اي حاجة. اي حاجة. ما شاء الله. شوف شوفي. تعالى مناديل. نتيجة حب المهج. تعالى مناديل. اه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اهو. اهو. انت برضه مسكتها في ايدك. اه تاني. بتاع الصغير. بتاع تاني. مناديل. السكينة دي حامية جدا. أهو. أنت بتحب السكينة الجديدة؟ السكينة الجديدة. مانجا روعة. اللهم صل على النبي. أكلت منها امبارح بس ما قلتش عليها. الملاكة لسه سخنة. القفص كان جاي يا جماعة. فأنا ما إيه قمت واخد واحدة كده. عايز اسال سؤال وتقولوا لي كده عليه يا جماعه. احنا طبعا القناه بتاعتنا كل يعني محتواها بيتكلم عن الطبخ والاكل، يعني حاجات تخص الاكل، واي حاجه تخص الاكل هنتكلم فيها ماشي. فدلوقتي انا عايز اسال على حاجه اقتصاديه في الاكل. هل انا اشتري الحاجات من الجمله؟ يعني اشتري مثلا القفص، اشتري قفص مانجا، ولا اشتري بالكيلو ارخص؟ نقول يعني طبعا ده اللي هو اللي قادر يشتري اللي يشتري بالقفص، اللي قادر يشتري بالقفص يعني. هل يشتري مثلا بالقفص ولا بالجمله؟ بالجملة يعني. هو بالجملة هو بالقفص. اه. بالجملة. انا اشتري بالجملة. لاني جربت ده وده. بس هي الجملة فيها عيوب وفيها مميزات. عيوب. المميزات اللي فيها السعر، سعرها يبقى حلو. العيوب اللي فيها مفيش عيوب. العيوب اللي فيها ممكن التاجر يضحك عليك. ما المانجا دي اتشالها بالجملة. بيبقى القفص ده من تحت ممكن يبقى مختلف عن اللي فوق خالص. ما انت هتبص بقى حتى تشتري.
بص دي هتقلبي القفص. هتقلبي تبصي وحد مش في حاجه غير عليها. المانجا دي طلعت ممتازه ممتازه بجد يعني خالص. واحنا لسه برضه ما زلنا مستمرين في المانجا. الله شوف اللون بتاعها ده غريب قوي اهو. لون جميل. وبعدين ده مسكره. بس انا هقول لكم على حاجه، انا دايما احب اشتري الحاجه في اخر الموسم بتاعها. اوعى بقى تحور تاني. لا ما تحورتش تاني، ده هي السكينه اللي فظيعه قوي. يا جماعه لما تيجي تشتري مثلا العلب، مثلا اشتري العلب ده في اول ما يبدا الموسم، بعد ما يبدا بايه؟ بشهر كده لو موسم طويل. اي فاكهه ما تشتريهاش في اول الموسم، ما اول الموسم دي بتبقى لسه خضرة، بتبقى لسه ما استوتش. ولما يشتروا الجوافه، يعني المانجا دي في اخرها دلوقتي هي كلها مسكره عشان كده. والجوافه تشتروا الجوافه المدوره بتبقى حلوه. الله 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 الله. حاجة عظيمة. بس انت اتكلمت على حكاية الجملة دي، احنا عن تجربتنا احنا الشراء اللي هو مش الجملة ده ما كانش ما فيهوش بركة، بس ما فيهوش اي بركة، ما فيهوش بركة. وهقول لكم برضه حاجة في المانجا يا جماعة، المانجا اللي فيها الثمار ده اهو، ده سكر 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 بيبقى زيادة طالع منها، بيقوم يطفح كده من على الـ من على الـ من عليها كده. يعني ايه؟ يعني دي حاجه مش دي مش حاجه وحشه. هنشوف احنا كده دي نجرب يعني سوى تعوريني بقى. ها اهو بسم الله. احذروا من السكاكين الحاميه دي يا جماعه، ربنا يعافيكم يا رب كلكم. اهو اوعى يكون حد من اللي قاعد ده يا جماعه لسه ما اشتركش في القناه، ننزل نشترك في القناه دلوقتي ونعمل احلى لايك. اهو شوف المنظر الجمال ده يا جماعه، شوفوا حاجه هتقديم الاكل ده برضه. بيجيبوها لك كده في التلفزيونات لما يكون عايز يعمل اعلان عن المانجا مثلا. سكر. كم دي حاجة؟ يا جماعة مش عايز اطول عليكم. لا الفيديو طول كده، مش عايز اطول عليكم يا جماعة، لأن أنا لسه ورايا شغل كتير هنا، وأنا اتمنى من الله ان انتوا كلكم في احسن صحه وفي احسن حال. ما تشتركش في القناه، انزل اشترك في القناه يا جماعه. واتمنى من الله ان انتوا تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد. اكمل انا بقى خلاص.